الفقرة اللي فاتت كنا متضامنين مع الرجالة، جت فقرة بقى الديش بارتي، أكيد هي فقرة نسائية جدا. اتكلمنا عن أنتي سبب، دايما في أي بيت أو مش هنقول في أي بيت، في معظم البيوت أي حاجة تحصل تلاقي الراجل يقول الست أصل أنتي سبب، الشرابات ضاعت أنتي سبب، الواد بيرد عليا أنتي سبب، البنت مش عاجباني تربيتها أنتي سبب، سقطوا أنتي سبب، انا فشل، الراجل فشل في شغله برضو انتي، اي حاجه تحصل وحشه في الدنيا هو انتي السبب. فاحنا اتكلمنا عن الموضوع ده في الديش بارتي. انا هختم الحلقه خلاص وهسيبكم تتفرجوا عليها، اشوفكم ان شاء الله بكره على خير الساعه 9 مساء على الهواء مباشره فقط وحصريا على تلفزيون الحياه. كنت معاكم اميره بدر واسيبكم، هسيبكم مع الديش بارتي وانتي السبب. ضاعت انتي السبب، حاجتي مش لاقيها انتي السبب، المكوى فين انتي السبب، العيال مش متربيين، العيال ما روحوش المدرسه، الدروس مش عارف ايه، اي حاجه وحشه بتحصل ربنا خلقها في الدنيا احنا السبب. هم مش شايفين نفسهم ان هم بيعملوا اي حاجه غلط خالص، مع ان لو جيتي بقى للاساس هتلاقي ان اي حاجه بتحصل هم السبب. صح صح. ليه شكلك حصل معاكي حاجه؟ يا حاجه ايه بقى؟ قولي مثلا انتي انا ما بشتغلش في شغلي، ما بروحش، ما بجيش، ما بعملش اي حاجه لان انتي السبب. طب ليه انا السبب؟ عشان انا بفكر فيكي. طب يا حبيبي هو ده يعني حاجه وحشه انت تفكر فيا؟ انتي السبب. كل حاجه في الدنيا انتي السبب، فهجيب لك حاجات كتير في وسط الكلام افتكر لك. انت شايفه كده برضه؟ انا شايفه طبعا كده، في حاجات ملهاش اي اساس من المنطق ببقى انا السبب فيها. زي ايه؟ زي بفتح باب الشقه خارجين الجزايه ما حاطينها بره باب الشقه كانت واقعه، انتي السبب. ده انا بفتح واقول يا ساتر يا رب ايه اللي كده حصل كده يا ساتر يا رب. قال لي ما انتي السبب. طب ليه؟ عشان انا فقريه. انا فقريه. طب حاولي ما تبقيش فقريه. بحاول بحاول والله بحاول بس مش قادره لسه. حاولي تغيري من ده. بس المهم ان انا السبب، يعني ان الجزامه وقعت من بره الشقه اصلا ماليش انا اي علاقه بالموضوع. ايه نايمه الست كانت؟ مش فاهمه ايه ده؟ لا حاجات كتير بقى ملهاش اي علاقه بالمنطق. انا مش موضوع المكوى والشرابات ده بيحصل معاكي يا زلمه؟ شرابات طبعا لازم 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 لما هو يخش من باب الشقه الشراب ما يبقاش يعني فردتين مالهمش اي علاقه ببعض اي اتصال. ها فانا لازم الف طبعا ادور على الشرابات ومستحيل الاقي الفردتين. ده لا يمكن يحصل. فلما بغسل وبتلاقي بقى فرده وفرده مربوطين في بعض يبقى انت السبب، مش هو انه قلع هنا واحده شمال واحده جنوب. لا انا السبب برضو ان هم مش موجودين. الغساله ما ضيعتش الشرابات قبل كده؟ بتضيع في الحته اللي من تحت دي بس انا ما بقولش. انا ما بحبش اقول الموضوع ده. يا روزه بيعمل مشاكل عند الستات كتير قوي ومش مقتنعين ان فعلا الغساله بتاكل الشرابات. بتاكلها تمام. لقيت الفرده الثانيه برضو احنا السبب. انت سبب في ايه تاني بقى؟ لو قامت حرب عالميه ثالثه انا السبب. ليه؟ انا سبب في كل حاجه غلط. طب ليه بيعملوا كده؟ هل مثلا هو يعني بيعلق شماعه حاجه هو ما عرفش يعملها علينا؟ هو طبيعه الراجل اصلا ان هو لازم يعلق شماعه اي خطا فيه على الست. طب حتى الاولاد يعني مثلا؟ اكيد. بالذات الاولاد هي دي هي اهم شماعه يعني. اكيد هو لو ولد اتعور مثلا طبعا. طب ما اهمال منك حتى لو هو في المدرسه اتعور. وانت كنت فين؟ وانت كنت فين؟ يس. انت كنت فين؟ ما كنتش في المدرسه. طب ثواني. طب وهو كان فين؟ لا هو برنس الجيل وعامل تمثيل. انت كنت فين؟ بيشتغل وبيتعب الراجل وبيعمل كل احنا حاجه. احنا بنقعد نعمل حمام شمس في البيت اصلا. اذا هو اذا الولد نجح فيبقى هو السبب. طبعا طبعا. انما احنا بنقعد في البيت نعمل حمام تاني. بنعمل ريلاكس. بس واضح ان دينا تعبانه من موضوع انت السبب قوي. شكلك انت شكلك عندك قصص في موضوع انت السبب دي كتير. بس هما فعلا لا يعني بس بيني وبينكم احنا كمان بنعمل كده في حاجات كتير. يعني لو انا قاعده في البيت متضايقه هحس ان هو السبب، مع ان هو ما عمليش اي حاجه خالص. بس انا هحس ان هو مقصر في حاجه مقصر فيها مش عارفه هي. بدل ما تقعد مع اصحابك تعالى اقعد معايا مثلا مثلا مثلا. لو 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 في حاجه برضو حصلت في البيت مش عاجباني بنحس ان هو السبب. أكيد. برضو لو في حاجه في الولاد انا كنت عايزه اعملها احسن بحس ان هو السبب. صح. ده يعني احنا برضو بنرمي عليهم حاجات كتير عشان نبقى صراحة. بس احنا واقعيين اكتر على فكره. يعني بيبقى ساعات فعلا هو السبب في ايه؟ في ان مثلا انا متضايقه اكيد هو عمل موقف ضايقني فانا يعني افتكرته معصبي منه. لكن مش عشان لكن مش عشان يعني البيبسي. عادة يعني الست يمكن بتفكر بالرجل اكتر منه، فهو ممكن ينزل يشغل حاله وهي ده اللي تفكر فتعصب تزعل تحس هو السبب. تحسي ان انت الموضوع ممكن يبتدي صغير قوي وتفضلي انت بينك وبين نفسك تفكري فيه وتقعدي تقوي تكبري بقى الموضوع وتشوفي له ابعاد مختلفه. احنا عامه بنهري ولونك كتير قوي، هم مكبرين دماغهم تماما فعشان كده بنحس كتير ان هم السبب. عشان هم واخدين حقهم. هم احنا في مجتمع ذكوري هم واخدين حقهم في كل حاجه اصلا بقى. يس. طب انت مش واخده حقك في ايه؟ في
حاجات كتير. زي ايه بقى؟ يعني انت تقدري تلبسي مثلا الساعه 2 بالليل وتنزلي تقعدي على القهوه مع اصحابك؟ هتسيبي الراجل في البيت؟ طب تعالي كده، لو احنا ينفع، لو احنا في مجتمع ينفع ان احنا ننزل بالليل الساعه 2 بالليل؟ الله حلو يا كوزا. ونسيب الولاد مع هو يقعد بالاولاد مش معنى انا اقعد بالاولاد واقعد اشد في شعري واصوت وزوري يوجعني وهو قاعد على القهوه بيلعب بلاي ستيشن ولا بيشيش مثلا؟ اشمعنى؟ تفتكري ممكن الحال يتقلب في يوم من الايام؟ لازم يتقلب. شفتي فيلم انت بتاع الموضوع ده؟ هو لازم يتقلب بصراحه. يعني مجرد حلم ممكن يتحقق. بس على فكره هو لو اتحقق احنا هنبقى مبسوطين، احنا ممكن ما نبقاش مبسوطين. انت قلبك هيهون عليكي ان انت تسيبيهم وتنزلي تقعدي تلعبي بلاي ستيشن ومش عارفه. مش هيهون عليا، بس احنا بالنسبه لجوازاتنا احنا بنهون عليهم كتير جدا على فكره. يعني انا وصلت بيا مرحله جوزي بيقول لي انت ليكي يوم في الاسبوع، عايزه ايه تاني؟ ايه بقى ازاي يعني؟ المفروض انا ليا الايام. طمع انت. احنا وصلنا لمرحله عظيمه على فكره. طب احنا السبب في ايه تاني؟ احنا كل حاجه في ايه؟ انت ما قلتيش. احنا خليناهم يجوزونا اصلا، كان لازم نوعيهم. يتجوزوش. لازم نوعيهم. لازم نفكروا شويه. فكروا. ايه المسؤوليه؟ ليه تخلف؟ هو ممكن يكون حته المسؤوليه دي. ايه بقى؟ شعوره بالمسؤوليه بتخليه عاوز. ده كده شعوره بالمسؤوليه ولا عدم شعوره بالمسؤوليه؟ لا، هو عموما الراجل لما بيحس ان هو عنده مسؤوليه، بيبيز، بيت، لازم يروح بدري، دي بتخنقه. يعني دي بتخنقه في حد ذاتها. في نادر قوي اللي هو بكرش وبطيخه ده ما بقاش موجود. لا 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 لا، لا والله خالص. لا ليه؟ في ما بقاش موجود. في حسب الام ربته ازاي يا سلمى. دلوقتي في رجاله بيحسوا بالمسؤوليه، وفي رجاله عارف ان هو عنده اولاد وعارف ان هو عنده بيت ولازم يعلم اولاده ولازم يبقى قاعد في البيت مع مراته ولازم يبسطها ولازم في. والله في رجاله هم قليلين يعني، لما تشوفيهم بتتبسطي الله ده ازاي كده. قليلين بس موجودين دلوقتي. فيه. كل الشباب او كل الرجاله المتجوزين بيفكروا ان هم يقولوا لمراتهم انت السبب، وباقي التفكير بيكون انا عايزه اعمل فورمه الساحل. بجد؟ بجد والله العظيم. في ده وفي ده. لا ما زال لسه في مجتمعنا في الراجل كده يا سلمى. انا مش الراجل اللي اتربى في كتير كده طبعا. هو بيبقى عايز يرجع يصغر تاني. أيوة. وبعد ما بيتجوز وبيخلف وبالذات لو الولاد كبروا شويه عايز يحس ان هو لا انا لسه صغير. انا يعني لا انا لسه لسه ممكن من اول وجديد اعيش كاني كاني ما اتجوزتش وما خلفتش. اكيد اللي اتجوزتها هي السبب اللي خلتني اكبر كده. اكيد. بس هم ما كبروش على فكره، بالعكس انا بشوف انه في رجاله دلوقتي كتير جدا واخدين بالهم من نفسهم. ده اللي انا بقوله كويس. ايوه. بس انه في رجاله برضو لا، انا بشوف في رجاله مسؤوله. لو عندك ولاد صح؟ ولا عندي ولاد. يعني محتاجين الاب يبقى ده، بالذات الولاد، بالذات مش البنات، الولاد بيبقوا محتاجين وجود الاب اكتر بكتير. عايز يشوف بابا بيعمل ايه، عايز يقلده، عايز ياخد نصيحه منه، عايز. فوجوده مهم جدا اكتر طبعا. المثل الاعلى ليه طبعا طبعا. بس مش موجود برضو في البيت عشان انت السبب. انت بتطفشيه مثلا؟ انا بطفشه. اه. ليه بقى؟ بتنكد عليه. مع اصحابي. انا نكديه، انا عايزه اكتر من يوم في الاسبوع. ياه. افتريه. انا جدا وحشه، انا لازم اتغير. طب هقول لك مش لا بس لا ده انت موضوع على فكره. انا محتاجه تقعدي. انا كاتمه في قلبي واسحه. لا شكلك باين. طب اقول لك حاجه، ليه ما تفكريش تاخديه وتروحوا تقعدوا مع حد متخصص يفيدكم بجد؟ بجد هعمل كده والله العظيم. انا بشوف في ناس بتعمل كده قليلين لسه، الثقافه دي مش موجوده قوي عندنا في مصر. بس اللي شفتهم عملوا كده عرفوا يوصلوا لافكار بعض اسهل. احنا يعني واصلين لافكار بعض والى حد كبير متفاهمين، بس هي عندنا مشكله ان هو يعني واخد باله من نفسه اكتر من اي حاجه ثانيه. دي مشكلتي معاه. وانه بيعلق كل حاجه عليا، هي في موضوع ان انت السبب، بيعلق حاجات كتير قوي عليا ومش قادر يسمع انه اوقات كتير قوي ان مشاكل البيت بيكون انت فعلا السبب مش انا. او احنا الاثنين. انا موافقه يا ستي يكون السبب، بس يكون انت كمان، وان احنا يبقى في كلام ان احنا نخلي بيتنا ناجح. ده حاجة مهمة جدا بالنسبة لي. بجد شايفين انه ممكن الموضوع ده يتحل ازاي؟ لما يجي جوزي يقول لي ان انا سبب في كل حاجة بتحصل له وحشة في حياته، انا افهمه ازاي انه لا على فكرة اخليه يشوف ازاي الموضوع من وجهة نظر مختلفة؟ على فكرة مش انا السبب، ممكن يكون اي حاجة تانية سبب بس مش انا. لان في رجالة ما بتفهمش انه انا مراتك، يعني انا اي حاجة حلوة بتحصل لك هتحصل لي انا كمان. سواء جالك فلوس، شغلك بقى احسن، حياتك بقت احسن، ما هي احسن عليا انا كمان. فانا هحبك تبقى احسن. مش بالعكس، انا مش عايزه انزل منك، ده انا عايزه اطلع منك لان انا كمان هعلى معاك يا سيدي. ده لو انا مش بحبك صح فايده عليا برضو. بالظبط. فازاي هبقى انا السبب؟ النقاش بقى، النقاش والتفاهم، وان هم يحاولوا يقعدوا
شويه يسمعونا. طب ليه مش احنا السبب في حاجه كويسه بقى حصلت في حياته؟ ليه احنا السبب؟ طب ما احنا ممكن ناخدها من الجنب ده. طب اقول لك مثلا، حتى لو انا السبب في حاجه وحشه حصلت لك، بس في حاجه هنا حلوه حصلت. طب ما انا حصلت كنت وانا كنت السبب مثلا، وانا كنت السبب مثلا ليه مثلا؟ على فكره عمر ما كانوا هيحصل لهم حاجه حلوه في شغلهم او هيجي لهم رزق كبير، عشان الرزق ده جاي لك عشاني وعشان ولادك مش عشانك لوحدك. مظبوط. والحاجه الحلوه اللي حصلت لك في شغلك دي حصلت لك عشاني وعشان ولادك مش عشانك لوحدك. هم محتاجين يفهموا ده. هم فاكرين ان انا لا، لو انتم مش موجودين انا كنت هبقى اعلى في الشغل. بالظبط. هبقى اسقف. ينفع اسقف ولا ايه بقى؟ بجد عشان الجمله عجبتني جدا. لا فعلا لو احنا مش موجودين هم هيبقوا احسن، وكان هيبقى معاهم فلوس اكتر لان مفيش مصاريف، وكان 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 خالص. ممكن يكون ربنا ما ادكش الرزق ده، كان ادك رزق اقل منه. ده هو ممكن يكون اداك الكميه دي عشاني وعشان ولادك، ده رزقنا احنا جاي لنا عن طريقك. مظبوط بجد. فهم محتاجين يفهموا ده. انا شايفه بقى مين اكتر حد يفهمهم ده؟ انا شايفه يا اما حد نفسي يا اما حد دين يقعد يفهمهم الرزق ده جه ليه وشغلك ده عامل ايه ودول المفروض مسؤولين منك. احنا عندنا خلط في الثقافه غير طبيعي، انه الراجل عندنا طبعا مش كله، ما بتكلمش على كله، بس في رجاله كتير مش قادرين يفهموا انه لا، على فكره هو ربنا خلقك عشان انا مسؤوله منك واولادك مسؤولين منك، مش عشان حاجه تانية. حتى لو انا اشتغلت وحتى لو انا كبرت ده ليا، حاجه تخصني مش تخصك خالص. ده بالعكس، ده ولو انا حطيت حاجه في البيت ده انت المفروض يعني اللي هو تبوس ايدي وراسي على قد ايه انا حد وقفت جنبك وكنت جدع معاك. هي فعلا الغلطه من الاول ان الست بتعود الراجل ان انا معاك. ثقافة. معاك ثقافة. معاك وثقافه برضه. بس في رجاله تبقى ستاتهم بتشتغل ويمكن يقبضوا اعلى من مرتبات الراجل، مالهمش اي علاقه بمرتبها. ده سوي قوي. ملهاش اي علاقه بمرتبها. ده راجل سوي. ده راجل سوي فين بقى جدا. هو معلش موجود بس قليل. ما ده راجل. ده راجل. ده راجل. راجل. ده راجل. ده الراجل فعلا. ده الراجل. ده اللي انت تقدري تقولي عليه راجل. اللي هو بس خلي بالك، طب نفترض انه لو الراجل ده هو مثلا امكانياته مش مساعده قوي، مش عيب ان انا اقف جنبه. ابدا يعني ابدا مش عيب. امكانيات ده موضوع تاني. لكن لو هو عليا ان انا اشيل معاه واساعد. بس لو هو مش محتاج. بس هو مش فرض عليكي. لا لكن مش فرض. لو هو مش فرض عليكي. لا طبعا. مش فرض. بس هل بقى، بصي بقى السؤال هنا يطرح نفسه. هل انت لما تقفي جنبه وتساعديه هو هيقدر ده بعدين؟ لازم يقدر. معظمهم للاسف لا. معظمهم لا طبعا. بيحس بعد كده ان هو حق مكتسب. أيوة. معناه ده مش حقه خالص. لازم تعملي كده. لو احمدي ربنا ان انا اصلا رديت انك تشتغلي. ادام انا سايبك تشتغلي يبقى ادفعي بقى ثمن ده. ادفعي ثمن ان انا مديكي من وقت البيت ومديكي من وقت الاولاد وانت بتنزلي تشتغلي. مزلوح. لازم تدفعي الثمن. بس في رجاله بتفكر كده، عشان احنا بقول لكم عندنا خلط في الثقافه رهيب. بس في رجاله ثانيه لا. عمره ما الراجل هيقدر الست ابدا. اهم حاجه بقى الاجيال اللي لا جايه لا. عشان ما تعودش يقدر امه. لو امه كانت عودته ان هو يقدرها ويقدر البنات بشكل عام او يقدر الست اللي هيتجوزها كان بقت عاده فيه. صدقيني هي تربيه مش جينات. يعني هي مش جينات، هي تربيه. لو تلاحظي لو حد فينا كان عنده اخ في البيت، الام كانت بتربيه ازاي؟ امي هاتي له كوبايه الميه، امي قطعي لاخوكي السلطه، امي حضري لاخوكي الحمام. مش طب ما ده اللي عملهم كده. دي حقيقة. ده غلط جدا. ده غلط جدا. ده اللي عملهم كده. هو ده اللي تمام. عملهم كده. تمام. انا بقى دلوقتي بشوف امهات انصح واوعى بتخلي لو مخلفه اولاد صبيان يقوموا يساعدوها في البيت. قوم ساعدوني. كل جيل بيكون اوعى من اللي قبله. واحنا اكيد مش هنغلط الغلطه دي. لا مفروض. مفروض. المفروض المفروض يعني انت عندك ولدين، مفروض ولادك دلوقتي يساعدوكي. انا بعمل كده مع الكبير. الصغير لسه صغير، بس الكبير على طول انا مشوره. زي ما قلتي من شويه اكيد هكون مع مرات ابني مختلفه. مختلفه لازم هكون مختلفه، لان اللي شفتيه مش هتكرريه. لا وانا مش من طبعي حتى ان انا مثلا ابقى خبيثه وتعالى يلا. بس عايزه اقول لكم حاجه، ان احنا لازم ناخد قرار انه إيه. لا احنا مش السبب. اكيد احنا مش السبب. احنا ممكن نكبر دماغنا بقى. لا احنا لازم نبطل ان احنا يعني لما حد لو جه قال لك تاني انت السبب، لا قولي له لا على فكره هو انا مش السبب والسبب كذا 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 كذا. بس لا ما هو اللي ضايقك اني بقول ده اللي ضايقك. تمام. طبعا احنا السبب في كل حاجه. يعني هو لو تخن شويه او طلع له شويه كرش. أيوه. السبب. ايوه اكيد. عشان بنحط حاجات في الاكل. سمنه. تحط سمنه ليه؟ بتحط سمنه زبده مش عارف ايه. طب ما ممكن انت تقلل اكلك. ممكن اما تدبهاش قوي ما تقومش مش قادر تتنفس. او يلعب رياضه او يمشي، لكن لا اكلك بيتخن. طبعا لو طلع له شويه كرش هتبقى انت سبب. ها انا السبب طبعا، لان المفروض ان هو بدل بيعمل دايت يبقى انا كمان اعمل دايت. لا ومفروض ان هي قالت له اقعد معايا وهو كان المفروض ينزل الجيم مثلا. مثلا مثلا فما نزلش الجيم مش عشان هو مكسل وقاعد كده. لا لا عشان هي عايزاه يا امها. عشان هي السبب.
فلا فعلا لا هم فعلا صعبين قوي في موضوع حتى فعلا صح الكرش ده، او لو شكله وحش شويه انت ما بتهتميش بيا، او لو لبسه مش حلو مامته بقى تقول لك، او لو مش ابني لبسه مش عاجبني انت سبب، كان بيلبس احسن من كده وفي بيتي، كان بيلبس احسن من كده بس مش عارفه. لا بس هو اقول لك حاجه الصراحه، هو لو لبسه مش تمام لا يبقى احنا السبب بجد. ماشي ماشي، لو لبسه مش تمام دي مسؤوليتنا، نظافة اللبس، او ان احنا نقول له لا على فكرة التيشيرت ده قدم او القميص ده قدم تعالى ننزل نجيب شوية شتري، لان ساعات في رجالة ما بتاخدش بالها قوي من الموضوع ده. صح، فهي لبس مسؤولية. بصي شوفي احنا حقانين جدا، احنا حقانين، لكن لو طلع له كرش لا على فكرة بطل اكل، ما تاكل كتير، على حد احنا بنقول لينا ولا علينا، احنا ليه بنقول لينا ولا علينا، احنا ناس حقانين وبنحب نقول الحق. تمام، انا مع الحق.